فضيلة الشيخ، ما الحكم في من ينام في مكة أيام التشريق، وهل يقصر ما دام في مكة؟ إذا كان من أهل مكة فلا يقصر ولا يجمع، لأن هذه داره، هذا بيته. أما إذا كان ما هو من أهل مكة فهو مسافر، يقصر ويجمع، ولكن الجمع لا داعي له، يقصر ولكن لا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها لأنه مقيم، ولكن بقاؤه في منى في النهار أفضل له، والمبيت في منى واجب، المبيت في منى واجب من واجبات الحج، مهما أمكنه المبيت فلا يسقط عنه لأنه واجب من واجبات الحج، وحتى في النهار بقاؤه في منى أفضل له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في منى كل أيام التشريق، بقي في منى كل أيام التشريق، وقد قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالحاج يبقى في منى أيام التشريق ليلا ونهارا، وإذا لم يجد مكانا فعلى الأقل يأتي بالليل ويبيت فيها ويرجع إلى مكانه الذي نزل فيه في النهار، هذا على الأقل. وأما إذا وجد مكانا في منى فإنه ينزل فيه ويبقى فيه ليلا ونهارا حتى تنتهي أيام التشريق، أو حتى يتعجل إذا كان يريد التعجل. نعم.